يوم النصر الذي بدأت فيه صفحة مضيئة وانتهى الظلام، بهمة عالية ونفوس أبية وملاحم أسطورية كتبها أبناؤنا الأبطال من قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، والتي ساندتها فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا، إذ عززت الروح المعنوية لدى المقاتلين ومكنتهم من مكافحة الإرهاب الذي تنامى بشكل فاعل وساهمت في القضاء عليه. ويوم النصر العظيم هو يوم لكل العراقيين، وبرغم كل التحديات الكبيرة التي واجهت العراق، لكن كان لأبناء هذه الأرض المعطاء مواقف بطولية مشرفة، وقدمت قواتنا المسلحة أعمالا بطولية أصبحت محل إعجاب المجتمع الدولي.